شكرا لمعلقنا المتميز تامر عبد السلام. شوط اقل من المتوسط ينتهي بالتعادل السلبي بين شباب الاهلي وشباب الزمالك. افضل ما في الشوط الاول حارسي مرمى الفريقين، حارس مرمى الاهلي مصطفى شوبير وحارس مرمى الزمالك معاذ علاء الدين. برحب بحضراتكم مره ثانيه وبرحب بضيوف الكابتن حشيش والدكتور احمد سام. كابتن حشيش، شوط اول اقل من المتوسط، بدايته كانت هادئه جدا خاصه من لاعبي النادي الاهلي. يعني خيبوا التوقعات بتاعتنا ان فرقه النادي الاهلي انها طبعا تنزل ضغطه وتضغط على فرقه الزمالك وتستغل طبعا وجود اللعيبه اللي عندهم خبرات ونازلين من الفريق الاول وبيلعبوا على ارضهم. طبعا حسينا ان في تراخي شويه، الزمالك كان نازل اقوى ضاغط على النادي الاهلي من قدام. الضغط ده فرق معاه، كمان الكره الثانيه كانت على طول لنادي الزمالك. النادي الاهلي حسينا طول الشوط ان مفيش تنوع في الاداء، اولا في جاب كبير قوي بين الناس المدافعين وطبعا راس الحربه والاثنين الفراوده. بنشوف كمان كريم سعد الله واقف مع الاثنين المساكين، وكمان كان احمد اشرف وعبد الرحمن مانو بينزلوا يستلموا من تحت قوي، فكان في حته نص الملعب دي في فجوه كبيره جدا، ما قدرناش نعمل حتى استحواذ، ما شفناش كرة اتلعبت من تحت لغاية قدام. يعني في أكتر من نقلة، مفيش إلا الكور الطويلة اللي بتتقطع من طبعا ديفنس نادي الزمالك، مفيش إلا في الآخر خالص ابتدى يبقى في تحرك. يعني أنا كنت متخيل إن هيبقى في كمان تنوع في الأداء الهجومي من ناحية اليمين وناحية الشمال، خصوصا إن كان في زياد طارق وشادي رضوان عندهم برضو من الخبرات مع الفريق الاول ان هم كانوا يقدروا يعملوا ياثروا اكتر من كده كجناحين في النادي الاهلي، ان يعني مفيش حد كمان فيهم كان بيدخل على جوه، كانوا بيلعبوا على الطرف وما شفناش يعني كور بالعرض كتيره لعلي عمرو اللي هو بيتميز بيه طبعا اللعب بالراس، ما شفناش الكلام ده، ما شفناش حتى تصويب من بره. يعني يمكن انا ما عنديش ما كتبتش الحقيقه للفرقتين هجمات خطيره، استثناء طبعا زي ما انت قلت اسامه طبعا حارسي المرمى. مصطفى شوبير طبعا جاب كورتين، يعني واحده اتصدت من قريب قوي وواحده ثانيه انفراد قدر يلعبها برجله ناحيه الشمال، شمال نادي الزمالك او يمين النادي الاهلي. كذلك الجون برده معاذ بتاع نادي الزمالك بيطلع في الكور العاليه كويس قوي، ثابت وطويل وحركته كويسه تحت الثلاث خشبات. هو ده اللي كل اقدر اقوله في الشوط الاولاني الحقيقه. دكتور ثابت، طيب كابتن حشيش، برضو النقطه الثانيه اللي عايزك تقول لي عليها، يعني النهارده المفروض الدوافع موجوده، مستر كولر موجود، الجهاز الفني موجود الدرجه الاولى، شايفين اعضاء مجلس اداره كابتن حسام غالي، شايفين مدير الكره كابتن سيد عبد الحفيظ، شايفين لاعبين من الدرجه الاولى النهارده بتؤازر وتساند اللعيبه. فالنهارده كلمه انا قلتها في بدايه الاستوديو، كل لعيب يعرض نفسه. تمام تمام. طبعا يعني ده كفيل وجود يا احمد، يعني الناس الكبيره اللي قاعده سواء من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي للجهاز الفني طبعا موجود، ده كفيل سواء كان انه ماتش زمالك ايا كان، لو بلعب اي حد ده كفيل ان انا اموت نفسي واعمل اقصى جهد عندي، ان الراجل المدير الفني بتاع الجهاز الاول موجود، دي كانت كفيله ان انا اموت نفسي. طيب هنطلع فاصل يا كابتن حشيش يا دكتور ثابت. اهلا بحضراتكم من جديد. دكتور احمد، الشوط الثاني كابتن شريف عبد الفضيل ممكن يقول ايه لعيبته عشان يغير الشكل علشان النادي الاهلي يقدر يحقق الفوز في الشوط الثاني؟ اولا احنا عندنا مشكله في تباعد الخطوط، في مسافه كبيره جدا ما بين خط الدفاع في حته وخط الهجوم بيشتغل في مسافه 50 متر، لازم تزق الدفاع اللي قدام شويه، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه عندنا تشابه للادوار واضح ما بين عبد الرحمن مانو وكريم سعد الله، الاثنين كانهم واحد في تحضير الهجمه، فانت لازم تكتفي بواحد فيهم سواء مانو او كريم سعد الله وترجع احمد اشرف ارتكاز ثاني، لان احمد اشرف كورته كويسه، هو اللي بيقدر يبني الهجمه لقدام، فانا اكتفي بعبد الرحمن مانو مثلا جنب احمد اشرف او كريم سعد الله جنب احمد اشرف، واقدر انزل محمد رضا كصانع العاب قدام برده دايما بيبقى بديل كويس بيقدر يسجل اهداف كبلاي ميكر. الحاجه الثانيه الباك ليفت، انا عندي كريم الدبيس على الدكه، كريم الدبيس واحد من الباكات الليفت المميزه الصاعده المميزه في الضربات الثابته ويقدر يعمل لي جبهه، لان انا شايف جلال فارس عامل جبهه كويسه ناحيه اليمين، لكن الجبهه الشمال محتاجه واحد هجومي زي كريم الدبيس. عندي احمد عربي برده لو زياد طارق
او شادي رضوان لازم يعني شادي رضوان بيلتحم فايق كويس، زياد طارق لسه ما جاش الشوط الاول، زياد طارق محتاج يشد شويه عشان يبان في الشوط الثاني. النادي الاهلي برضو عنده مشكله في تحضير الهجمه واضحه، ودي سببها بطء تحضير الهجمه، يعني تحضير الهجمه البطء محتاج ان لازم واحد فيهم احمد اشرف ينزل هو اللي يسقط جنب واحد من الاثنين دول، لان بناخد ساعه في بناء الهجمه، بتقعد الهجمه بتاعت النادي الاهلي احنا ما عملناش غير محاوله واحده بس من اول الماتش في الشوط الاول كله. فده دي اللي لازم ابرز لقطات الشوط الاول يا كابتن حشيش زي ما حضرتك قلت، صدت مصطفى شوبير، يعني اكتر حاجه لفتت نظري حارس مرمى الاهلي مصطفى شوبير وحارس مرمى نادي الزمالك صراحه معز علاء الدين. انا عايز اقول كمان يا جماعه في حاجه باينه جدا، يعني في الناحيه الهجوميه المفروض ان مش كل هجمه بتاعتنا بيبقى شادي رضوان وزياد بيبقوا على الخط. ما شفناش مره حد فيهم دخل لجوه عشان يفتح للباك ده والباك ده، سواء جلال او حسام يطلع، ما شفناش حد من الباكين طلع لغايه الاخر وكمل في الهجمات. دي الصدى اللي انت قلت عليها يا كابتن حشيش طبعا هايله، لانها كمان المسافة ورد فعل سريع وتوقع من قريب من قريب. يعني الولد نايم وحاططها بوش رجله، بص يعني من حته قريبه، ودي صعوبتها يعني انها من قريبه قوي. وفي واحده ثانيه برضو انفراده من ناحيه الشمال تعامل معاها بشكل كويس. الباك بتاعنا برضو طلع فيها يعني شوبير طلع برضو في واحده اللي هي ناحيه اليمين، هي دي كانت من جنب اليمين، الباك غلط شويه في التحديد، توقيته الكره تطلع توقيته في الخروج هنا قام بدور الليبرو، ولازم يطلع برجل فعلا عشان تدي له مساحه انه يقدر يلحق يعني. فهم دي كورتين في الوقت نفسه برضو، ان جون الزمالك الحقيقه معاذ برضو اللي يديله حقه، تعامل مع الكرات تعامل مع الكره العرضيه هايل جدا، واضح ان هو وكان يعني برضو شايفه بيتكلم مع الباكات اللي قدامه، عامل برضو ماتش كويس يعني. دكتور ثابت، زياد طارق علي عمرو شادي رضوان، الثلاثي الهجومي اكيد عليهم دور اكبر الشوط الثاني. طبعا لازم اولا الاطراف تشتغل اكتر من كده، الظاهرين زي ما كابتن محمد قال لازم الظاهرين يشتغلوا عشان نقدر نشوف علي عمرو. الحاجه الثانيه زياد طارق لازم يشتغل ويتحرك ما بين الخطوط بشكل افضل من كده، لازم يحاول على الجون اكتر من كده ويلتحم، لان دي فرصه ليه، هو لازم يثبت نفسه النهارده. وجود مارسيل كولر بره بيتابعه مباراه 90 دقيقه قدام نادي الزمالك، يقدر ان هو يثبت نفسه، ممكن لو شافه في مباراه زي دي تالق يطالب ان هو الراجل يكمل معانا لنهايه الموسم بدل ما يخرج اعاره. يعني حضور مارسيل كولر كان ممكن هو قاعد في ملعب مختار التتش يتفرج في التلفزيون على المباراه، لكن حضوره المباراه السابقه حضر لمباراه 2005 اللي فاز فيها النادي الاهلي على الزمالك 1-0، النهارده حضور دي رساله للناشئين. صح. عشان كده انا قلت دي اهم لقطه في الشوط الاول. طبعا النهارده حضور الراجل ده اكبر دافع للاعيبه انها تقدم مباراه اقوى، كل واحد يعرض نفسه على حضور مارسيل كولر ده حاجه مهمه جدا. ده شايفينه كولر ومعاه اعضاء الجهاز الفني وميشيل يانكولي طبعا والمترجم مع كولر. المشكله برضو تانية يا جماعه عايزين برضو يعني ننوه عليها برضو يا احمد، انا مش شايف الحقيقه ان في ادوار لكل لعيب في الملعب. يعني لازم احس من المدرب انه مدي ادوار للعيبه، يعني مثلا علي عمرو دي لقطة تواجد الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن امير توفيق، الكابتن حسام غالي، كله بيتابع المباراه. يعني علي عمرو انا يعني عايز اعرف هل هو محطه؟ لو محطه بينزل تحت كتير. لو محطه ما شفتوش مثلا صلح كوره الواحد جاي من تحت شاط، ما شفتوش مثلا طلع على الجنب عشان يوسع لحد مكانه حته فاضيه. الحقيقه يعني محمد عبد المنعم كمان حاضر اللقاء، بنقول له الحمد لله على السلامه، قريب ان شاء الله تكون موجود في الملعب. ومحمد محمود برضو من اللعيبه المميزه واللعيبه الموهوبه، يعني عمال لما مناخيره اتظبطت كده تحلى. فلازم يا احمد يبقى في مزيد من صناعه اللعب من العمق مفتقدينها. هو علي عمرو بينزل لان مفيش في وسط الملعب في مشكله. انت محتاج لو احمد اشرف لعيب انت لازم ينزل كارتكاس تاني. هو الرقم 8 البوكس تو بوكس. طيب وتنزل صانع العاب زي محمد رضا. نتمنى ان شاء الله الشوط الثاني يكون افضل للنادي الاهلي، يقدر يحقق فيه الفوز على نادي الزمالك. نروح لملعب المباراه ونروح لمعلقنا المميز تامر عبد السلام ونشوف حضراتكم بعد نهايه لقاء الاهلي والزمالك.